وجود العدد الكافي والقدرات لدى البنك المركزي في متابعة جميع القروض لم نستطع بالفعل أن نصحح الأوضاع، وبالتالي أصبح علينا لزام الآن بعد أن أصبحت هناك مشكلة أن نتعامل ونتعاطى مع هذه المشكلة بأسس مدروسة. وبالفعل تم، يعني شوف، من ما يقارب السنتين أو سنة وتسعة أشهر يمكن لم يكن هناك أي خرق لأنظمة ولوائح البنك المركزي. جميل، من قبل جميل عشان ما عندنا وقت، في زيادات مالية الناس تنظر تبي بشارة منك في زيادات والله الله يقول نحن نرزقكم وإياهم إن شاء الله، أي الرزق من الله عز وجل. بس أنت بالمطبخ، بالمطبخ أنت بالسيارة. لا أنا في الجانب التشريعي مو التنفيذي، وبالتالي هذا السؤال يسأل وزير المالية أو الحكومة. ما عندك أي معلومة عن زيادات المالية؟ لا والله ما عندي، ما اقدر يعني افيدك، انا ما عندي المعلومه. راح نرجع بس انا ادعو ان شاء الله عز وجل الله تبارك وتعالى انه يعطي ويرزق من يشاء، وهو العادي يرزق من يشاء. امين امين, آمين. نرجع لك شبيب غزاي المبدع. الله يسلمك، تفضل. طبعا انت قدمتني تقول قلبك خضر، فانا قلبي خضر، ما اني قد ساوي يعني مثلي، ولكن زين مو جايبين ارباوي عندنا ارباوي صراحه. انا قلبي خضر عشق وحب، يعني ما انا قلبي خضر قد ساوي ولا عاد عشق وحب. لا لا اقول اقول اديلك. انا ما عندي انا ما عندي انا الاخوان السياسيين وال... انا عندي شعر، فعندي قصيده ابي اسمعكم اياها. تفضل. يقول: نعم احب وقول واللي تقولون، نعم احب وقول واللي تقولون، الحب ما هو عيب من حق الانسان. نعم أحب وقول واللي تقولون، الحب ما هو عيب من حق الإنسان، حبي ترى فطري ولا احتاج مأذون، يكفي أحب اللي أبي وين ما كان، حبي غلا وخلاص عاشق ومفتون، ما هو غلا وقتي وساعات وأحيان، غلاي حب ما أعتقد مثله يكون، ما ينكسر لو غبرت كل الأزمان، أهيم وأدري غير يكثر يهيمون، لكن غلاي إحساس صادق وهيمان، وافخر بحبي وابغي الكل يدرون، ما هو بعيب ان حبوا الناس الاوطان، اموت في حب الوطن وش تظنون، انا اشهد انه لاقز الوقت عنوان، غلاه وسط القلب والحافه عيون، من خنصري لهامه الراس عشقان، نعم احب برضي وانا حيل ممنون، وان انتمائي من وطن ما له اثمان، وافخر بداري لو يقولون مجنون، يا حلو حبك للوطن لو هو جنان، الحب ما هو كلمة بس هاللون، الحب فعل وتختلف فيها الألوان، هذا الولاء يبقى مع الوقت مصيون، وحراسه للتضحية قدر الإمكان، كأن الوفاء مزروع في داخل النون، مثل النخيلة الشامخة وسط بستان إذا بكت نخلة، إن الهم يبكون ما هي شعارات التباكي والأحزان، يا كويت لتفي كل معلوق مكنون، دمي ونبضي في محبة شريان، تستاهلين الحب والمجد والعون، وتستاهلين التضحية وشوف الأعيان، تستاهلين الطيب في كل مضمون، وتستاهلين من الثنى وبل هتان، يا كويت من ينكر جمايلت ملعون، ناكر جميل تايه الفكر غلطان، ذولا تراهم ناس منك يغارون، ولا انت يكبر من حجم كل الأوزان. صح صح صح، تستاهل الكويت. خوش كلام، جزاك الله خير. ننتقل خالد شلون الرياضي وليس السياسي. لا أنا لي مداخلة بس على موضوع، راح نرجع يا راح يحمل وطيس، راح يحمل، راح نرجع نبي نتكلم عن الرياضة. مداخلة على الدكتور. لا لا، عشان حنا الديوانية تشمل، ففيها الرياضي والسياسي والشاعر، فأنا بنعطي كل جزء حقه. أنا بسألك، أمس القادسية فاز خسروا ولكل جواد كبوة، كبوة عدل دكتور؟ عدل. توني قد ساوي شكلك يبا العرباوية ما في فايدة. دكتور عرباوي صراحة أنا ما صارت قد ساوية السابقة، تلشنا فيها. مرزوق علي، مرزوق نادي الكويت ما صعد يسلم على الشيخ طلال لأن الاتحاد غير شرعي، خصوصا أن مجرد أنك تلعب مباراة أمام القادسية وأمام الاتحاد يعتبر هذا ضمنيا أنت يعني موافق على شرعية هذا الاتحاد. وجهة نظرك حيال الفعل اللي استاء كثير يعني من الناس من قيام نادي الكويت بعدم تسلم كأس السوبر؟ والله شوف، يعني النائب الفاضل مرزوق الغانم، أنا أتوقع أكبر من هالموضوع هذا، إنه ما يصعد، بس قد يكون فيه أمور إحنا ما ندري عنها،
تدري عنها انت ابو احمد؟ يعني اقول ما ادري عنها. قول لذلك اذا تعرفها بلغنا. لا لذلك انا لو انا منه اروح اصعد وانا فايز واتسلم ميداليات واتوكل على الله. اترك الخلافات اللي بيني وبين الاتحاد او الخلافات، انا اليوم في ملعب وفي مباراه وقبلت اني العب المباراه. فبالتالي طالما قبلت المباراه اصعد. قد يكون خلاف. والخلاف مو خلاف وجهات نظر، الامانه هذا اللي اتضح لي، خلاف في الرؤى. بالتالي الان مشكله الرياضه ترى مشكله شديده التعقيد، ما راح تحل بهالصوره هذه الا ان يتوافق المجلس مع الحكومه باصدار قوانين تتوافق داخليا وخارجيا. يعني التصرف اللي سواه النائب الفاضل مرزوق الغانم، انا اتمنى تسالونه. انا يعني الامانه ماني معني بالسؤال، لكن انا معني حاولنا بالموقف. الوصول له لكن للاسف ما استطعنا، يعني والدكتور عبد الهادي يدري يعني احنا بالعكس من خلال برنامجنا احمد احنا ننقل وجهه يعني. نظر الشارع الكويتي. الشارع الكويتي مثل ما يعتب على الاخوه النواب في مجلس الامه يعني بعدم تحريكهم يعني او اقرار قانون ضروره او ما شابه بالنسبه للتعديل القوانين الرياضيه، واللي بفضله اليوم حرمنا من ميداليه. اليوم احد السباحين في اولمبياد الشباب حصل على المركز الثالث تحت العلم الاولمبي. تم الغاء العلم الكويتي والسلام الوطني اللي توارثناه ابا عن جد نحمله كهامه نفتخر فيها، اليوم تم الغائها بسبب الخلافات اللي يفترض ان سمعه واسم البلد اعلى منها. التصرف الثاني اللي صار بعيد عن الروح الرياضيه اللي يفترض انك تمثل جهه شبابيه تزرع فيها الروح والاحترام والتقدير للكل، عدم صعودي للمنصة إذا أنت تقول الاتحاد غير شرعي، ليش رحت طلعت كرنيهاتك من عنده؟ ليش قبلت تلعب المباراة؟ بعد ما سويت كل هذا يعني تقول والله أنا ما أعترف فيهم، يعني أنا ما أبي أعطيها الموضوع. لا شوف هذه المشكلة يعني. قضية ثلاث سنوات صار لها عايمة والحكومة ما اتخذت ومجلس الأمة اتخذ قوانين فيها وصدرت، لكن يا أخي أنا أتمنى القلوب تتآلف تتوالف، لأن الأجندات الشخصية أنا أحس أنها وضعت في بعض المواقع في الأزمة الرياضية هذه، يعني أزمة رياضة. يعني تخيل أزمات سياسية كبيرة تم حلها بأشهر قليلة بعد، لكن تبقى أزمة الرياضة ثلاث سنوات. يعني أنا تصوري لو تحط أولويات المشاكل اللي في البلد يفترض تكون الرياضة آخر أولوية. عندك قضايا التعليم والصحة والتنمية والاقتصاد، هذه في الأولويات. الآن صارت قضية الرياضة أزمة سياسية، مع أنها هي ترى مشكلة فنية بالأساس. طب تشوفها من الأولويات وأحمد ولا لا حاليا؟ نعم حاليا هي وضعت نفسها على الأولويات بحكم التسليط الإعلامي والمتابعة من قبل نواب مجلس. لاحظ شوف في فرق. ابو احمد ما يخالف نكمل، بس عندنا فاصل اعلاني. تفضل نطلع فاصل اعلاني قصير ونرجع ان شاء الله نكمل حديثنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه في غبقتنا اليوم في ديوانيتنا. قبل لا نطلع ابو احمد كان عندك تعقيب على الدكتور يوسف زلزله عضو اللجنه الماليه. اي والله على موضوع القروض. اول شيء انا خالف طبعا، انا خالف اخوي ايش قال؟ قال تكسب طبعا. ها تكسب شنو؟ تكسب شعبي يعني تكسب بعد سياسي. بعد مو صجي ابو احمد. انا اقول لك شيء، اولا محكمه التمييز تتكسب بعد سياسيا؟ المحاكم تتكسب؟ ما لها شغل محكمه. خلنا نكمل. خلنا وجهه النظر. اصدرت احكام قضائيه بموضوع القروض هذه. طيب. احكام لصالح المواطنين طبعا. نعم. يعني نقول عن المحكمه تتكسب سياسيا مو صحيح. الامر الثاني انا ارى انه فيه قصور خاصه دكتور، اتمنى انك تتبنى الموضوع هذا في مجلس الامه. في موضوع القوانين، قانون 30 على 38 على 80 اللي هو شنو ابو احمد 30 على 80 اللي هو يتعلق الماده 292 الى 298 اللي تتكلم عن الاجراءات المتخذه في حق المدين، اللي من ضمنها الضبط والاحضار، منع السفر، القاء القبض، الحجر، كل هالمواضيع هذه. اليوم المواطن راح يقترض، فالمشكله الان اللي فيهم عليهم ضبط واحضار، هي المشكله قامت لما تم العمل هذا الضبط والاحضار ومنع السفر والقاء القبض والسجن. المشكله بدات تكبر من هالصوره هذه، والاول ما حيتكلم. فبالتالي يعني امريكا كانوا القانون هذا يعمل فيه، لكن تخيل قبل 100 سنه
ألغي هذا القانون، حطوا بداله إجراء إشهار الإفلاس.